الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا بأعظم تشريع عرف في التاريخ كله، تشريع العليم الحكيم. قال عنه تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الدين ليس وريد خبرة إنسان مهما طال عمره محدود، ولكنه بني على خبرة العليم الحكيم. فمن أعظم من الله خبرة؟ نعم، لم يبنى على حكمة إنسان، إن أحسن صياغة جملة لم يحسن غيرها، إنما جاء إحكامه من الحكيم. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. جاء ليس بخبرة سبقت نطبقها على جيل لاحق، إنما جاءت بخبرة العليم الحكيم الذي يخبر ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فلا يخفى عليه شيء لا في ماض ولا في مستقبل. قوانين الناس تطبق في مستقبل الناس، يضعها الحي لأبنائه وأحفاده. ومن أدراك أن الجيل الآتي كجيلك، أو فكره كفكرك، أو حاله كحالك؟ لكن الله لما وضع هذا بناه على علمه بما كان وما سيكون. فمن أعلم من الله بالغيب؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هذه أصول التشريع الثلاثة، وقد توف وهي لله وحده تفرد بها إخوة الإيمان. لذا وضع لنا تشريعا يقول عنه تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الجميع، يا أيها الذين آمنوا، كل من عنده ذرة إيمان بالله العليم الحكيم يناديه هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. وقال في الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذان النصان الكريمان نحتاج أن نفهم ما القسط. آخر ما تعلم البشرية العدل في الأحكام، أقصى ما عندها العدل، والعدل مرهون بالماديات وحدها. سرق منك إنسان مال، العدل أن يرد لك المال، وتهلل وتفرح وترقص، يحيى العدل، رد لك مالك. لكن هل رد لك ما أصابك من حرمانك من مالك خلال العام؟ رب العباد لما وضع قواعد لا تتوقف عند الماديات، بل شملت كل الماديات وكل المعنويات قليلها وكثيرها، وسماها ربنا بالقسط، وجعلها منهجا الذي شرعه لعباده ليسمو بالإنسان لأعلى مراتب لم يبلغ إليها غيره من بني الإنسان. لا سبيل للإنسان لهذا إلا بوحي ربه. قل أمر ربي بالقسط، هذا منهجه الذي أنزله: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وضع الله لنا ميزانا دقيقا يحير العقول. قال تعالى: كيف لا، وهو الذي خلق الإنسان من أساسه، ويعلم ما يسره وما يعلنه، ويعلم خبايا ما يخفيه كله، بل يعلم آماله وآلامه، بل يعلم كل ما يدور في صدره، في نفسه، في هواه، في عاطفته، في فطرته، في باله، في قلبه، في روحه، ولا يعلم هذا غيره العليم بكل هذا. هو الذي وضع هذا التشريع العجيب. وفي هذا يقول تعالى: الرحمن علم القرآن، فوضع هذا المنهج قبل خلق الإنسان ليسمو الإنسان قبل خلقه، وضع له هذه القواعد ليسمو من أول لحظة خلق فيها وكلف فيها. نعم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان.
الشمس والقمر بحسبان، بحسابات دقيقة جدا. هل رأيتم فيها خلل يوما؟ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر سجدان. قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. الذي فعل كل هذا هو الذي وضع هذا الميزان، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما القسط؟ ما القسط؟ المثال الذي ضربناه الماديات، إنسان سلب مال إنسان لمدة عام عامين، العدل أن يرد له ماله. ما الذي أصاب المظلوم خلال العامين؟ كم أصابه من هم، من غم، من حزن، من زيغ عينه، من توهان فكره؟ هذه المسائل من يستطيع تقييمها؟ العليم وحده، العليم وحده. خطرات باله، همومه، أحزانه، آلامه، نظرات عينه التي زاغت ولم تستقر على شيء، ولم ينتفع بوقته ولا عمره ولا مواهبه، كل هذه خسائر وقعت عليه. وإن لم يقدرها الإنسان لن تخفى على ربه. الرب أمر بتعويضها، بل أقول ما هو أشد، كل ما ترتب عليها من آثار، لأن الله لا يحاسب على أفعال وحدها بل على آثارها. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وآثارهم، نعم، أي آثار هذه خلال هذا العام؟ كم أصابه من هم وغم وحزن، وكم ترتب على هذا من أثار؟ قد يكون الهم في لحظة سببا في أن يصاب بضغط دم، في بول سكري، في تصلب شرايين، في جلطة دموية يموت فيها. سارق المال قاتله في شرع الله، وسيسأل غدا عن إزهاق روحه بسبب ما أصابه. فروح الإنسان لا تذهب هدرا في الإسلام قط قط قط. من تسبب في قتلها ولو بسبب بعيد عد قاتلها. لذا قسم الفقهاء القتل لأربعة أنواع: قتل عمد، شبه عمد، خطأ، شبه خطأ. العمد ما كان بآلة تقتل عادة وقصد قتله يسمى عد وله أحكامه من قود وغير. والقتل شبه العمد من ضربه بآلة كالعصا لا تقتل عادة لكن مات فيها وهو يقصد ضربه. أما الخطأ رماه بآلة حادة تقتل عادة ولم يقصده، رمى رصاصة في السماء فنزلت عليه ولا يعرفه ولم يره، هذا سمى خطأ. وشبه الخطأ أن يكون سبب بعيد. مثل له برجل في أعلى بناية وآخر أسفلها، وصاحب ومن أسفلها جهوري الصوت، فناداه بصوت شديد اهتز بسببه فسقط فمات، فعلى صاحب الصوت ديته. نعم إخواني، بل وقع هذا في خلافة عمر حين بلغه أن امرأة أيم، أي لا زوج لها، حملت من سفاح، فأرسل إليها عمر استدعاها يسأل، لا زوج لها وحملت، من أين جاءت بك بينا. فالمرأة في طريقها إليه من شدة رعبها أسقطت جنينها، فأرسل عمر لقاضيه: ما الحكم؟ قال: يا أمير المؤمنين، أرهبتها فأسقطت بسبب خوفها منك، فعليك دية جنينها. قال: من يدفعها؟ قال: عاقلتك. قال: بلغ بني عدي يجمع لها الدية. فجمعت لها الدية. ندرك هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. روح الإنسان لا تذهب حتى في الإسلام قط، تسبب في قتله ولو بالهم والغم والحزن بسبب إيذائه أو ظلمه هو قاتله، وإن كان سببا بعيدا. اعلم هذه الحقيقة، بل ما هو أشد من آثار جرمه، ليس ما أصاب المظلوم وحده، ما أصاب كل من يهمه أمره. زوجته كم أصابها من هم وغم بسبب هم وغم، كم أصاب أبويه، كم أصاب أبنائه، كم أصاب خلانه، كل هذه آثار لذنب الأول. وإن ردت المظلمة بقيت آثارها، وآثارها أضعاف أضعافها. ابن آدم الأول قتل واحدا فقط هو أخاه، لكنه سن القتل في البشرية، لا يقتل بعده قتيل إلا وعلى القاتل وزره، وعلى ابن آدم الأول مثله. فمن ابتدع بدعة وسن سنة سيئة كما ثبت في الحديث فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، وهذا نص حديث. قضية ابن آدم نص حديث، وهذا نص حديث. إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني، مسألة خطيرة جدا جدا. ما القصد؟ أن تراعى الماديات والمعنويات من المظالم. شرع الله الذي وضعه
ودعانا جميعا لإقامته هذا حاله. الكثير منا يسمع أن عمر كان أسطورة في العدل وهو حقيقة، فلا مثيل لحكم عمر في التاريخ كله. فإن كان عمر أسطورة في العدل فبما حكم الصديق؟ حكم بالقسط وعرف بالقسط، بل رباه ربه على القسط. أبو بكر في كل مواقفه، بل مواقف حكاها القرآن نصا، كان يأمره دائما بالقسط، وخص من بين الصحابة في كل معالم القسط. القسط لا إله إلا الله. لما خاض في عرضه، في عرضه الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين زوج سيد المرسلين، خاض في عرضها من خاض من أهل الإفك، كان من بينهم ابن بنت خالة أبي بكر، وسمى مصلحة بن أساسة. أبو بكر رباه على ماله، عمره كله ينفق عليه وعلى أمه، فلما خاض مع من خاض وتيقن الصديق بالخبر أقسم بين يدي رسول الله يمين بالله ألا يعطيه الصدقة، لا يحرم أمه ولا أهله، يحرمه لوحده. وده أقل ما يعاقب به الصديق، له حقوق كثيرة جدا على حق مصطح. فلما فعل هذا لم يربح الصديق مكانه إلا والذي ربى نبيه يربيه صلى الله عليه وسلم. ينزل جبريل فورا بآية تتلى إلى قيام الساعة يخاطب فيها رسول الله ليعلم أبا بكر هذا الحكم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة، لا يأتلي أي لا يحلف بالله. أولو الفضل سماه ربنا أولي الفضل، صاحب الفضل، فهو علم على أصحاب الفضل كلهم. وأولي السعة كل من وسع على العباد، أبو بكر أستاذ كل هؤلاء وعلم على كل هؤلاء، فمدحه الله بأجل صفتين أولي الفضل والسعة. أولي الفضل والسعة، ولا يأتلي أولي الفضل منكم السعة أن يؤتوا من؟ قال أولي القرب مصطح، وإن خاض له ما يشفع. ويعلمنا قواعد الشفاعة أن أي مخطئ فينا بالقسط نراجع أنفسنا ماذا له علينا من حقوق، إن كان قريبا فالقرابة تشفع أمام الذلة فتمحوه. فجعل الرب القرابة شافع، شافع، نعم، إن كان فقيرا دعته الحاجة لأن يسيء لشدة ما أصابه من جوع أو عوز، فالحاجة شافعة والعوز شافع. إن كان صاحب طاعة، طاعة، وعرف بطاعته واعترفته ذلة، فطاعته له شافع. للعكس، إن كان مصلي نفضحه، شفت المصلي، رأيت هذا حاله، كيف أصدم، كيف أقع في الخطأ، أبدا، ده صلاته له شافع، تغفل ذلته أمام طاعته. رب البلد وضع هذه الأصول الثلاثة، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى، فجعل القرابة شافع، والمساكين الفقر والعوز شافع، ها، والمهاجرين في سبيل الله أهل الطاعة. ومصطح فيه الثلاثة، قريب ومسكين وممن المهاجرين الأوائل، بل ممن شهدوا بدر وزل أخطأ يعاقب. ثم عقب رب العباد، كان بيوسعي سبحانه وتعالى أن يعدد لنا كل الشوافع، لكن أعطانا إشارات بهذه الثلاثة لنبحث عن كل أنواع الشوافع، كما جاء في الحديث التمس لأخيك من عذر إلى 70 فإن لم تجد فلعل له عذر لا تعلم. هنا الآية تفتح الباب على مصراعيه لشافع لا غنى لإنسان من نعم، وليؤتوا للقربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قال وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا، كن من أهل العفو، إن لم يكن عندك سبب يشفع لمن أخطأ في حقك فيكفيك أن تكون من أهل العفو. لماذا؟ لأن الله علق عفوه عنا بعفو عن عباده، فكل من عفى عن من زل عفى الله عز وجل عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لذا قال وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما نزلت الآية والصديق جالس بكى، انفجر في البكاء وقال يا رسول الله ترك كل شوافع مع وجودها وقيامها وتعلق بهذا الشافع الذي لا يستغني عنه مسلم. قال والله يا رسول الله إني لا أحب أن يغفر الله لي، والله لا أعطين مصطح ضعف ما كنت أعطي. من ربي على هذا ماذا نتصور منه؟ حكم بالقسط في
في خلافة الصديق ما كان أحد يحتاج شيء إلا وجده عنده. يقول عمر: تأيمت ترملت امرأة بفقد وليدها وحيدها في خلافة أبي بكر، فعلمت خبر استشهاده، فقلت اليوم قد من الله علي بسمع الخبر. من عمر؟ وزير العدل. قال: فانطلقت إلى العجوز فدخلت عليها وهي لا ترى، عاجزة لا حراك. قال: فغسلت ثيابها وطهيت طعامها وقممت بيتها، قام عمل كل حاجة في بيت عمر بنفسه، وزير العدل، وزير العدل. قال: فعلت ذلك ثلاثا حتى عرف خبر استشهاد ولدها، فذهبت في اليوم الرابع وجدت كل شيء في بيتها قد تم، فسألت العجوز: أجاءك أحد غيري؟ قالت: لا أدري. في اليوم الذي بعده ذهبت وجدت كل شيء تم، سألتها: أجاءك أحد غيري؟ قالت: لا أدري. في اليوم الأخر الثالث قال: اختبأت عمر فإذا بالخارج من عندها أبو بكر الصديق خليفة مسلم، فبكى عمر. قال: قلت يا أبو بكر حتى هذه؟ اترك لي شيء من خير أفعال، حتى هذه؟ هذه خلافة أبي بكر. يكفيني الخلاصة: تولى القضاء فيها عمر عامين كاملين، والأمة قد فتحت عليها 100 جبهة تقاتل عليها، والناس في الحروب مع انشغال الأمن بالدفع عن الأمة تفسد الأخلاق. وقرأوا تاريخ الناس كله، في التاريخ كله، في أوقات الحروب يكثر الفساد، تكثر السرقات لغياب الأمن. خلافة أبو بكر عامين كاملين لم تتوقف حروب الردة حتى قضى الله، أزل الله بانتهائه. أبو بكر مع انفتاح هذه الجبهات كلها وعمر قاضيه، ما اختلف في عصره اثنان، ما فيش زوج اختلف مع زوجته، ما فيش صحابي اختلف مع صحابي، ما فيش شريك اختلف مع شريكي، حتى جاءه عمر وزير العدل قال: يا خليفة رسول الله أقلني من هذه الوظيفة. وزير العدل لا مكان له في دولة القسط، في دولة القسط أقلني من هذه الوظيفة. قال: أتفر من مسؤولية يا عمر؟ عامين كاملين وزير عدل بوزارته وكل قضاته لم تعرض عليهم قضية واحدة، ما اختلف اثنان ولم تطح حمزان، أقلني من هذه الوظيفة. قال: أتفر من مسؤولية عمر؟ قال: لا يا خليفة رسول الله، ولكن لخص القضية بثلاث كلمات: كيف توليني أمر القضاء على أناس دينهم النصيحة؟ إذا مرض المريض عدوه، وإذا احتاج الفقير عنه. ثلاث خصال ذكرها عمر: دينهم النصيحة، إن كان المخطئ في حقه هو صاحب الحق في رفع الدعوة، ناصح أمين، إن رأى خطأ من أخيه قام على توجيهه ونصحه وتقويمه حتى يستغفر الله ويعود لرب. فإن كان صاحب الحق في الدعوة والشكوى ناصح أمين، فمن يشكو؟ من يشكو؟ من يشكو؟ ربوا على هذا النص: الدين النصيحة، أي لا يقوم الدين إلا بالتناصح بين المسلمين وأخذ القوي بناصية الضعيف والفقير حتى يرتقي إلى رب. هذا الأدب السامي ارتقت به الأمة في عصورها الأولى وحرمته في آخرها. أين التناصح؟ أين التناصح؟ بدلا من أن تثور عليه وتغضب منه أنت مطالب بتقويمه إنقاذا لنفسه من نار ربه. نعم، دينهم النصيحة. ثم بيّن من الذي يمكن أن يفلت. قال: المريض، واحد مريض من المسلمين ولم يعلم المسلمون بحاله، يشكو. أين المسلمون؟ حتى هذا ما تركوه، كانوا يلتمسوا من يخاف المرض عليه يعودوا، لا ينتظر المرض. بل هذا أبو بكر وعمر في أحلك المواقف، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أشد مصيبة وقعت في حياتهم، يقول عمر بعد ما حدث من موقف عمر وتيه عقله، كاد يتيه عقله، صدمة كان شديدة جدا وقاسي على عمر وغيره من الصحابة، بل على جل الصحابة، لكن أبو بكر كان أثبت من الجبال، فخطب خطبته البليغة وتلا الآية من قوله تعالى: ومحمد إلى رسول قد خلت من رسل قبل رسل، فخرج الكل يرددها وكأنها نزلت بلسما شافيا على صدور كل الصحابة. يقول ابن عباس: والله كأننا ما سمعناها قبل من هذا، لما تلها أبو بكر. نعم إخواني، يقول عمر: فلما فرغنا من هذا الموقف وإذا بالصديق يختيني ويقول: يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن. من أم أيمن؟ عبدة حبشية تجاوزت 100 من عمرها، لكنها كانت حاضنة رسول الله في طفولته،
حاضنة له في طفولته. قال أبو بكر لعمر: يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن لعلها أشد مصابا في رسول الله منه. أنت رجل وفيك من الإيمان القوة ما تحتمل وفي ما نحتمل، لكن أم أيمن نخشى الضر عليها. لم يبلغه أنها مرضت، خاف المرض عليها. انطلق إلى أمنا إلى أم أيمن لعلها أشد مصابا منا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر لم ينازع هل هذا وقته، وقت أم أيمن ولا وقت الخلافة والاستخلاف ودفن رسول الله؟ أبدا ما تردد عمر ولا تردد الصديق، لأنهم علموا القصة وقواعده وربوا عليه. قال فانطلقنا حتى جئنا دارها، فطرقنا الباب فاستأذننا وسلمنا فأذنت. فلما دخلنا تولى الحديث عني أبو بكر، قال يا أم أيمن اصبري واحتسبي، فإن الله قد اختار رسوله إلى جواره، وإنما عند الله خير رسول الله مما عندنا. فقالت يا أبو بكر والله ما أبكاني موته بقدر ما أبكاني انقطاع وحي السماء عن الأرض موته. الوحي الذي كان ينزل أول بأول ليحل مشاكل الأمة أول بأول ما عاد ينزل، وترك الأمر اجتهادنا في الوحي. انظر المرأة العجوز ما همها أمة. يقول عمر فدخلنا نصبرها فهيجتنا على البكاء. أمة صغيرهم أمة، كبيرهم أمة، لأنهم على القسط ربوا. كونوا مش قائمين، قوامين بالقسط، أي هذا سلوككم الدائم الدائم الذي لا ينفك عنكم ولا تنفك عنه. إذا مرض المريض عدوه، قال وإذا احتاج الفقير أعانوه. يقول أبو هريرة كنا في خلافة الصديق يأتي الغني الفقيرة ليعطيه صدقته، فإن قبلها منه قبله بين عينيه، تحمل عنه أمانة الله التي عنده. فالزكاة ليست حقي بل حق الله في ماله لفقراء المسلمين والضعفاء، فإن تحملها عنه يشكر الله ويشكر من أخذها منه، يقبله بين عينيه. قال فإن لم يجد فقيرا يأخذ صدقاته، اشترى قطعة من قماش وطيبها وضع عليها طيب عطر، وضعها أمام باب المسجد على قارعة الطريق ووضع عليها صدقاته، فيأتي الفقير الذي له حاجة فيأخذ منها على قدر حاجته ويدع لغيره. أي أدب هذا؟ أي خلق هذا؟ حتى الفقير يعرف القصة وحقيقته. رحم الله الرشيد لما لقي الرجل فسأله الصدقة وكان في الصحراء بعد عن داره، فبحث في جيوبه لم يجد مالا فدعا له بخير، فتمطع الفقير وقال أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خشاش ولو كان بهم خصاصة يا رشيد؟ فقال الرشيد وهو يبكي ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. وتوب الله جميعا عيني من عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا. All praise is to Allah, the most merciful and the most gracious. Peace and blessing be upon His Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. The khutbah is very very beautiful. That it made, the Sheikh made it very very hard for me to translate it. Jazakallah khair. The Sheikh was starting the khutbah saying that all the people that put laws in the earth here are looking after the furnace and just the furnace between people. So if for an example you have somebody take money from somebody, or he didn't really give him back his money and he went back to the judge to judge for him, the judge will ask the person to give him back the money. So that's about it, and that's the furnace of the earth, the furnace of the law of the earth. But Allah subhanahu wa ta'ala, because He's the most merciful and the most gracious, when He put the law, He didn't ask us for or to count for only fairness or just. He asked us for the absolute just, the maximum amount of just. Allah subhanahu wa ta'ala, when He put the law for us, He asked us to do, to judge between the people by the qist, which is a very, very tough word to really translate in English.
It's the maximum amount of justice. So you have to think about it from this part. What if this person got his money back? Yeah, but he had been suffering for the whole year. He had been suffering, personally, his family, his health. He might even die from that. So what would be the consequences? Getting back his money will not going to serve all this year of hardship and torture that he went through. So Allah subhanahu wa ta'ala will hold person's account for this type of mistreatment or this type of unjust that he faced for the whole year. The sleepless night that you are going to go through, this is not accounted by the law of the earth. But Allah subhanahu wa ta'ala will account everybody with that. So the Shaykh was talking about how Allah subhanahu wa ta'ala will be accounting everybody for this, to the point that he said the story of Sayyidina Umar radiallahu anhu. When he knew about a lady that she got pregnant and she was not married. So he thought that she might have done something wrong. So he asked the woman to come and meet with Sayyidina Umar so that, you know, he discussed the matter with her. In her way to Sayyidina Umar, she was so scared to the limit that she had a miscarriage. So Sayyidina Umar got so scared about the situation and he asked her, and he asked his judge, what should I do about this situation? The judge told her that you are accountable. You scared the woman to the limit that she got a miscarriage. So you have to pay the diya. You have to pay the ransom for her baby. So he asked Bani Adi, his whole qabila or family, to collect the money for her. This was the understanding of the Sahaba of the Qist. The Sheikh also went to the story of how Sayyidina Umar was really a just person. And we talk about Sayyidina Umar and say that, you know, he was the absolute just ruler of the world. So how about the era of Sayyidina Abu Bakr? Sayyidina Abu Bakr was even more just than Sayyidina Umar. He was ruled by the absolute just to a limit that the people cannot describe his way of ruling. Because who taught Sayyidina Abu Bakr the just? Is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, as he was teaching Sayyidina Muhammad, he was also teaching Sayyidina Abu Bakr. You know, in the story of Mastah, when he was talking about his daughter and, you know, he threw some bad information about her, Sayyidina Aisha radiallahu anha, Abu Bakr swear in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he will not going to give Mastah any kind of money or help that he used to give him. And Allah subhanahu wa ta'ala revealed ayat to the Prophet sallallahu alaihi wasallam to teach Abu Bakr himself, at the same time telling Abu Bakr that you have to think about three important things to be able to forgive a person for it. First of all, Mustah is an next of kin for you. He's your relative. He's a family member. So this was the number one reason for you to forgive him. The second one, he's a poor person. And the third one, that he was a righteous person. He already was one of the people who fought in Badr. So all those three is a good reason for you to forgive and forget what he did for you and for your daughter and give him back your money. Don't you love that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you? And immediately Abu Bakr, because he got the lesson right away, he said that, yes, I love Allah subhanahu wa ta'ala will forgive me. And he give even said that I'm going to give Mustah double the money that I was giving to him. You know, that was the meant by al-qist, that was meant by the absolute just of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, of the Ummah of Islam, because whoever put that law is not the man, it's Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala in fa'di ma'alamuhu wa jazakumullahu khair. Alhamdulillah rabbil alameen wa ashadu an la ilaha illallah wa liyus salihin wa ashadu anna nabiyyina Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليم كثيرا. أقل ما نقدمه القسط العدل أنني ترددت على هذا المسجد منذ سنوات ورأيت أحد أعمدتها حقيقة أخ غاب عنها هذه الأيام أخونا الأخ ياسر الباز. فأنا حزنت حزن شديد أنه أخذ ظلما وهتانا
وله حق علينا إذا كنا نتحدث عن عدل والقسط، أقل حقوقه علينا أن نضرع إلى الله له، وأن نسعى جاهدين كل من في وسعه أن يسعى في إخراجه من ظلمه ومن محبسه يلزمه وجوبا، ليس لنا خيار، ولو حتى عن طريق الحكومة الكندية والضغط عليها حتى يعني تطلب به مع الجنسية الكندية. أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن ينجيه ويعافيه وينجي كل مظلوم. اللهم ارفع الظلم عنه وعن جميع المظلومين. اللهم فك أسره وأسر المأسورين ظلما وهتانا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا أولادنا وبناتنا ونساءنا المسلمين والمسلمات فيما يرضيك عنا. اللهم اجعل عملنا في رضاك، استخدمنا ولا تستبدلنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصرنا وانصر بنا دينك، وانصر بنا كل من نصر دينك، وانصر بنا المظلومين من عبادك وأوليائك في أرضك كلها يا رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا لكم، وأكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.